الماضي بيمين في عمر ناضي في الفضاء الجميل بمركب الصناعة التونسية لدى الفضاء المغربي المهني فرحنا للجميع وكذلك ممتعة مع جميع الضيوف والكرام والحاضرين الأعزاء. اليوم عرف حفل الختامي ديال الدوري المهنيين الدوره السابعه وفي نفس الوقت القرعه ديال الدوره الثامنه اللي غتكون ان شاء الله في رمضان المبارك 1444 هجريه لهذه السنه. كما عندنا يعني تنظيم الدورات ديال الدوري المهنيين والحرفيين هذه الدوره الثامنه هذه السنه يعني عرفنا 24 كيعرف 24 فريق المشارك في واحد مجموعه من المهن ديال التجاره والصناعه والخدمات والصناعه التقليديه. هذا الدوري بدا ابناء على تنظيمه لتلميمي وتجميع المهنيين الحمد لله من اجل يعني باش يكون واحد التراحم في رمضان كيكون واحد التواصل وكنكون الحمد لله يعني كنجددوا يعني صله التواصل بيننا وبين يعني المهنيين ككل في المدينه. وهذا الدوري الحمد لله يعني كيعطي واحد يعني واحد القوه للمهنيين الحمد لله من اجل يعني تبادل الخبرات ديالهم في مجموعه من المجالات بما فيها الرياضه اللي كتعرف الحمد لله واحد الازدهار كبير يعني تحت الرعايه المولويه الشريفه والانجازات اللي حققها المنتخب الوطني يعني واحد الطفره الحمد لله كنتمنى ان شاء الله انها تتكلل بواحد الاحداث واحد المجموعه من البنيه التحتيه في المدينه ديالنا ان شاء الله. كنا كنلعبوا في يعني كنقولوا حنا الدص يعني كنلعبوا في ملاعب مبلطه من بعد ولات ملاعب معشى وشبا كنتمنوا مزيدا من المجلس الجامعي انه ان شاء الله يزيد يفتح واحد المجموعه من المشاعر من الملاعب معشى وشبا حتى يتمكن الفرق كامل ديال تالودانت من الاستفاده منها وشكرا.